السلام عليكم خوتي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الفول مشرمل مع خزو. كنديرهم انا بجوج مشرملين. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا، عندي هنايا هذا القزبر ومعدنوس، بجوج قزبر ومعدنوس. هذا القزبر اللي كنت شاركته معكم ديك الطريقه اللي كندير، كيبقى لي خضر. هذا راه على ينشي اكثر من سيمانه، من اسبوع، وهو عندي هذا القزبر كيبقى طري وكيبقى زوين. انتما كي كتشوفوا فيه، المهم الطريقه راه عندي في الفيديو. وهنايا عندي واحد البصله خضاريه قطعتها. المهم انا وليت كندير البصله خضاريه حتى في هاد الشرموله، حيت حنا عاده كنديروا على القزبر والمعدنوس والثومه وهاد العطريه، ولكن انا وليت كندير حتى البصله الخضاريه. جربتها واحد النهار جاتني زوينه فهاد الفول المشرمل اولا شي حاجه هكا اللي كنشرملوها. هو عندي هنايا، الثومه، عندي واحد 5 د الفصوص هنايا ديال الثومه، ماشي كبارين، على صغارين متوسطين. وعندي هنايا قزبر حبوب مطحون، هذا زريعه د القزبر مطحونه. وعندي هنايا الكامون، كامون مطحون، ما كنطحنوش انا مزيان. كتشوفوا هذوك راه العويدات الكامون، ما كنطحنوش مزيان باش ما كيطلقش الريحه، بس ما كيمررش زعما، غير بحال كنهرمشو. وهنايا عندي واحد شويه السودانيه، الا كانت عندكم سودانيه حاره بزاف ما ديروش بزاف، هذه عندي انا حاره درت منها غير شويه. وهنايا عندي الملحه، هذه الملحه ديال البحر، هذه الملحه الحيه تسالت لي، جبت الملحه ديال البحر ونشفتها في الفران، ما طلعتهاش للشمس، درتها غير في الفران وبديت كنديها ونجيبها في الفران حتى نشفت لي، حيت هي كتكون منديه من كنجيبوها من عند العطار، كتكون منديه بحال فيها شويه الماء، كنشفوها في الفران اولا كطلعوها للشمس وكطحنوها. وطحنتها. وعندي هنايا شويه ديال التحميره كتشوفوا معايا هنايا. المهم هذه العطريه اللي كندير، وغادي نزيد زيت العود. هذا الفول مشرمل مع هذا الشيء اللي كيكون هكا مشرمل كيبغي زيت العود وصافي. وهذا الزيت، وهذا دابا هذا الشيء هذا خصني نكوب عليه واحد نص كاس ديال الماء. هذا الماء راه ما تخافوش منه، راه ما كيبقاش مع مي كنبقاو نشرملو ونحركوه ونديوه ونجيبوه ونديوه ونجيبوه، راه كاع ما كيبقى كيتبخر هذا الماء. صافي انا غادي ندي هذا الشيء نخلطو، وغادي نديه باش نخلطو مزيان، وغادي نديه باش يتشحر. وعاد باش ندوز معكم باش نوريكم غادي ندير له الفول وخزو ان شاء الله، بقاو معايا. صافي كي كتشوفوا معايا هو هذا بدا كيتشحر، كي كتشوفوا دابا انا غادي نزيد عليه. هذا عندي هنايا الفول وعندي خزو، هذا الفول وخزو. المهم كديروا له اللي يعجبكم، يا اما كتفوروه، اللي ما بغاش يفورو كيشدو كيسلقو في واحد شويه ديال الماء وكيديرو صافي، وكنبقاو نكبو شويه بشويه وحنا كنحركو حتى كيبقى يتشرمل لينا مزيان. هذا الفول انا ما درتش فيه مطيشه، كاين هذاك الفول اللي كيقولوا له الفول المنقو كنديروا فيه مطيشه. المهم يجي وقت مطيشه ان شاء الله نشاركو معاكم. وهذا كنديروا له غير بحال هكا وكيجي بنين وكيجي مشرمل. هاد الشرموله هذه اللي درنا له كنتمنىكم تجربوه. المهم انا غنبقى نصفه مره بحال هكا، كتبقاو تديوه وتجيبوه وتجيبوه. وهاد الماء اللي كتشوفوا فيه راه ما كيبقاش فيه، هذا راه كيتبخر مع ملي كتبقاو تشحروا فيه، راه كيتبخر. صافي غنبقى نشحر فيه هكا حتى نسالي، وديك الساعات غتشوفوه معايا في الطبق النهائي ان شاء الله. هاو معايا كيما كتشوفوا معايا، ها هو الطاجين ديال الفول المشرمل مع خزو وجد. المهم انا كنخضرو بشويه ديال الزيتون والحامض المصير، كندير له واحد شويه ديال زيت العود من فوق. انتما المهم كديروا له اللي عجبكم،
وانا رافقته مع الشلاضه ديال الخص. بغيتو ترافقوه مع الشلاضه، بغيتو ترافقوه مع الحوت في الفران، معايا شما بغيتو ترافقوه، ديك الشيء كيرجع لكم. المهم كنتمنى هذا الطبق يعجبكم، وإلا جربتوه تاكلوه بالصحه والراحه. وكنتمنى اللي شاف القناه لاول مره او عجباتو يتابونا معنا ويضغط على الجرس باش الا درت شي حاجه جديده كتوصلكم. وخليت لكم الراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.